السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مدونة محبي الاحتراف. اليوم إن شاء الله سوف نشرح درس خاص بالفيسبوك، وهو طريقة تغيير تاريخ أي منشور. يعني تريد نشر منشور على الفيسبوك وتريد تغيير تاريخه، مثلا أكتب محبي الاحتراف ثم أضغط على هذه الأيقونة ديفينيغ لا دات اي لو دو فوتخو ميساج، وأختار السنة، ثم أختار الشهر، أختار مثلا فبراير، ثم اليوم، ثم الساعة، والتاريخ، الدقائق، ثم أقوم ببوبليي. إذا هذا هو المنشور. كما نلاحظ رشيد أجوتي اون بوبليكاسيون 14 فبراير على الساعة 6:30 صباحا، ونحن الآن في شهر أبريل، وهكذا نكون قد غيرنا تاريخ المنشور. أتمنى أن تفيدكم هذه الخدعة، ولا تنسوا زيارتنا في المدونة وللاطلاع على المزيد من الدروس، وكذلك على قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.